لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نريد أن نجمع الكلمة، نريد أن نوحد الصف، نريد أن نكون إخوة متآلفين متحابين كلنا لأهل سنة وجماعة. الأصل أن يكون عدو للهادي، الأصل أن يكون عدو للرافض. نبذل علينا أن نجعل من نبذل من عضلاتنا ومن قوتنا ومن سلاحنا على الهادي عدو الجميع الذي لا يفرق بين سني ولا إصلاحي ولا صوفي ولا معتمري ولا انتقالي ولا غيره. من لم يكن معه فهو ضده. أما أن نعرض عضلاتنا على بعضنا البعض ونأتي نتسلق على مصليات بعضنا البعض، بينما أيام ما كان الهوذي هنا لم يجرى أحد أن يتجرى على مصلى، لم يجرى أحد أن يتجرى على مصلى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. يا عباد الله، نذكر أصحاب الهمم العالية والنفوس التواقة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عقب خلافات على خطبة صلاة العيد، مقتل خطيب في شبوة، مسلحون اعترضوا سيارة الشيخ عبد الله الباني أثناء عودته إلى منزله فقتلوه وأصابوا عددا من أبنائه وحراسه. قتل خطيب صلاة العيد في إحدى مناطق مديرية بيحان محافظة شبوة شرق اليمن يوم الجمعة، وأصيب آخرون بينهم عدد من أبنائه برصاص مسلحين اعترضوا سيارته أثناء عودته إلى منزله. وأكدت مصادر إعلامية ومحلية متطابقة أن المسلحين اعترضوا سيارة خطيب صلاة العيد في منطقة المطار بمديرية بيحان الشيخ عبد الله الباني أثناء عودته إلى المنزل بعد تأدية صلاة العيد، وأطلقوا عليه وابلا من النيران مما أدى إلى مقتله على الفور وإصابة آخرين من حراسه وعدد من أبنائه الذين كانوا يتواجدون معه في نفس السيارة. وأوضحت أن ذلك جاء عقب خلاف نشب بين الباني وآخرين قبل تأدية صلاة العيد حول من سيؤدي خطبة عيد الفطر المبارك ويؤم المصلين. وذكرت المصادر أن الخلاف تطور إلى عراق قبل أن ينفجر الوضع بين الطرفين ويتبادل إطلاق النار بالقرب من ساحة صلاة العيد بمنطقة المطار ببيحان، واستمرت حالة الاحتقال لدى المسلحين بعد اعتلاء الخطيب المنبر، فتم نصب كمين استهدف خلاله الباني بصورة مباشرة. شهد اليمن هذا الحادث المأساوي عندما اغتال مسلحون مجهولون الشيخ عبد الله الباني عقب نهاية صلاة عيد الفطر في مدينة بيحان شرق اليمن. وكتب محمد قيزان وكيل وزارة الإعلام باليمن في تغريدة مقتضبة اغتيال خطيب مصلى العيد الشيخ عبد الله الباني في مدينة بيحان وسط المصلين بعد أن أكمل خطبة العيد رحمه الله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يعلن عن تفاصيل الحادث. عمل الشيخ عبد الله الباني في منصب المدير العام لمكتب الصحة العامة والسكان في مديرية بيحان بجانب العضوية في حزب التجمع للإصلاح. الشهود في مكان الحادث تحدثوا عن أن المسلحين أطلقوا عدة أعيرة نارية على الشيخ الباني وهو ذاهب إلى سيارته، ولم يعرف حتى الآن أي جهة في اليمن من قامت بعملية القتل أو منفذ هذا الفعل. العليمي يطالب بضبط الجناه. وأعرب العليمي عن تعازيه لعائلة الشيخ الباني، وحث سلطات شبوة والأجهزة الأمنية على مواصلة جهودها الحثيثة من أجل وحدة الصف واستتباب الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات. كما نفى مدير المركز الإعلامي لقوات العمالقة أصيل السقلدي ضلوع العمالقة المتواجدة في محافظة شبوة في عملية قتل الشيخ عبد الله الباني مدير مكتب الصحة، متهما المصدر بأنه أحد الأدوات الإعلامية التابعة لميليشيا الحوثي. وقال السقلدالي في تغريدة عبر حسابه بتويتر أنه لا صحة لما نشرته مواقع صحفية صفراء من أخبار تتهم ألوية العمالقة الجنوبية بقتل الشيخ عبد الله الباني، وأضاف
نأسف مما تسوقه تلك المواقع التي انكشفت اليوم أنها أحد الأدوات الإعلامية التابعة للمطابخ التي تديرها الشخصيات الساقطة في حضن الحوثي، والتي تتعمد الإساءة لكل من يقف في وجه الحوثي، وأصبحت تجاهر في مناصرته. ونشر المصدر معلومات عن عملية تصفية تعرض لها الشيخ عبدالله الباني خطيب وإمام صلاة العيد في المصلى الرئيسي بمديرية بيحان التابعة لمحافظة شبوة. وكان المصدر نقلا عن مصدر محلي قد أكد أن قوات دفاع شبوة والعمالقة المحسوبة على المجلس الانتقالي حاولت اعتقال الشيخ عبدالله الباني ومنعه من أداء خطبة العيد بمصلى المطار بمديرية بيحان، إلى أن المصلين حالوا دون ذلك. وأضاف المصدر أنه وبعد أداء الخطبة استقل الباني برفقة أحد أبنائه وشقيقه السيارة بهدف العودة إلى منزلهم، إلى أن دوريات تابعة للعمالقة ودفاع شبوة أطلقت النار بصورة مباشرة على الشيخ الباني ومن كان معه على متن السيارة، مما أدى إلى وفاته على الفور وإصابة ابنه وشقيقه. كان الباني قد شدد في خطبته الأخيرة والتي قتل بعدها على أهمية توحيد الصف لمواجهة ميليشيا الحوثي باعتبارها العدو الوحيد لليمنيين، متحدثا عن ما ينافي ذلك من استعراض العضلات ضد بعضنا البعض، في إشارة إلى محاولة اعتقاله ومنعه من أداء الخطبة. ونفى مسؤول المركز الإعلامي لقوات العمالقة الجنوبية خبر مقتله، وقال لا صحة لما نشرته مواقع صحفية صفراء أبرزها مأرب بيرس والمصدر أونلاين من أخبار تتهم ألوية العمالقة الجنوبية بقتل الشيخ عبدالله الباني رحمه الله. وأضاف نأسف مما تسوقه تلك المواقع التي انكشفت اليوم أنها أحد الأدوات الإعلامية التابعة للمطابخ التي تديرها الشخصيات الساقطة في حضن الحوثي. بيان هام من أسرة الشيخ عبدالله الباني. أصدرت أسرة الشيخ الدكتور عبدالله الباني مدير مكتب الصحة في مديرية بيحان بشبوة بيانا مقتضب بشأن عملية الاغتيال الذي تعرض لها عقب عودته من صلاة العيد صباح يوم الجمعة. وأكدت الأسرة أن قوات من دفاع شبوة المرابطة في مصلى المطار ببيحان قاموا بإطلاق النار على الشهيد بشكل مباشر، مشيرة إلى أن الجناه هم جنود دفاع شبوة اللواء السادس. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي قد شدد على دور السلطة المحلية في متابعة القضية والكشف عن ملابساتها وضبط الجناه وأحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا العقاب الرادع بموجب القانون. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.